وزير النقل والاتصالات يكشف الأربعاء المقبل خلال مؤتمر صحفي عن تفاصيل الخطة الاستراتيجية للنقل العام بالسلطنة. إحصائيات تشير إلى تسجيل 268 حادث غرق العام الفائت، والدفاع المدني يشدد على اتباع إجراءات السلامة أثناء ممارسة السباحة. فريق إي بيوريتي يفوز في نهائي مسابقة مؤسسة رؤية الشباب بتقديمه منتج مستخلص بالنباتات المحلية يمكنه أن يحل محل مساحيق غسيل الملابس المضرة بالبيئة وبالكائنات الحية. 4 مواطنين يقومون بإضرام النار في مركبة بولاية الرستاق، وشرطة محافظة جنوب الباطنة تلقي القبض عليهم. المتسابق البطل في رياضة الكارتينج شهاب الحبسي يحل في المركز الرابع ضمن بطولة إيطاليا الدولية المقامة بحلبة لوناتو.